موضوعنا يعني اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو موضوع الحمله، حمله مقاطعه الدواجن او كل السلع اللي التجار بيستغلوا طبعا دخول شهر رمضان وبيعلوها. حضرتك رايك ايه؟ انا رايي من راي حضرتك قلتيه من شويه، ان احنا بنيجي بناكل في رمضان كانه اخر زرنه. انا مش قادر افهم احنا ليه دايما بنخلي التجار يعملوا فينا كده؟ ده حتى الشوارع بتبقى من الزحمه انت مش عارف تمشي. احنا اللي بنعمل في نفسنا، التاجر ما بيعملش فيه. انا اللي بعمل في نفسي كده، بيعلي السعر فانا بشتري اكتر، بيعلي السعر فانا بشتري اكتر. وفي الاخر زي ما حضرتك تفضلتي قلتي ان نقعد نخزن ونحط في بيوتنا حاجات وبيعدي عليها تاريخ الصلاحيه وبتترمي في الاخر. صح. للاسف. طيب استاذ عاصم خليني اقول البدائل ايه؟ طب انا بس استاذ عاصم عايز اقول لحضرتك على حاجه في الجزئيه دي. اتفضلي. يمكن في ناس بتخزن لكن مش كل الناس تقدر ان هي تشتري وتخزن. في جزء بيعمل ده اللي عنده المقدره، لكن مش كل الناس عندها المقدره دي ان هي تشتري وتخزن، ده الناس مش قادره تحصل قوت يومها، يبقى تشتري وتخزن وتحط في الثلاجه لغايه لما يبوظ وترميه؟ اسمحي لي بس اقول لحضرتك، انت ما نزلتيش الشارع وتعاملتي معاه كويس قوي. ازاي؟ انا عايشه مع الناس في الشارع. اتفضل. فاسمحي، لا انا شفت في الاحياء الشعبيه اللي ممكن يدهشك اللي حضرتك انت نفسك ما تعمليهوش. بيجيبوا ويخزنوا ويجيبوا ويخزنوا علشان العزومات وعلشان الناس تقول وعشان الناس مش عارف ايه. ده اللي بيحصل في الاحياء دي. ده اللي بيساعد على رفع الاسعار. دي حاجه، الحاجه الثانيه، طب هو لازم فراخ حيه؟ طب ما في المستورده. تمام. ليه مصر دايما ان اتيح الفرصه للتاجر ان يعمل في اللي هو عاوزه؟ وبيلاقيني بشتري، اذا هيغلي. هشتري هيغلي، وكل التجار بدون استثناء بيعملوا الحكايه دي. تمام. في السمك هتلاقي حضرتك رقبة السمك كويس، امتى بيزيد سعره؟ بيزيد سعره دايما من العيد الصغير ويفضل مستمر في الارتفاع بعد كده. الفراخ دايما قبل رمضان ارجعي الكل في المركز الاحصاء على استاذ عاصم، حضرتك صوتك ما بقاش واضح قوي. طيب ارجع برضو اقول لك حاجه تاني، احنا ممكن تكون عندنا عادات غذائيه غلط، بس في الاخر في اسر كتيره جدا بالنسبه لهم الحاجه اللي بيستمتعوا بيها هم ان هم يقعدوا على السفره مع بعض، ان يبقى عندهم عزومه او يبقى عندهم العيله متجمعه، دي بالنسبه لهم هي مصدر السعاده. في اسر كتير مش متعوده مثلا ما عندهاش مقدره ان هي مثلا تسافر او ان هي تسافر كل سنه، فبالتالي احنا هنخنق على الناس وهنضيق عليهم حتى في اللقمه اللي بياكلوها. يا فندم انا قلت البديل. البديل ايه حضرتك؟ مش لازم الفراخ الحيه. في الفراخ المجمده موجوده. تمام. وفي الفراخ اللي طالعه من مزارع وطنيه. طب ما ناخدش من دي ليه؟ ولا لازم اروح عند الفرارة؟ طيب هنا سؤال. هو ده مش مرتبط بسعر ده؟ يعني لو الفراخ اللي هي الصاحيه لو ما اسعارها بتزيد مش بتاثر على المجمده كمان؟ هو ان غليت هتبقى ارخص من الثانيه بكتير. تمام. طيب شكرا يا استاذ عاصم. وحضرتك بتتكلم عن نمط الاستهلاك.